ماشي عادي مش مشكلة. اوكي عادي القطن خلص. انا بقالي كتير قوي قاعده مستناهم يخلصوا عشان ابدا، وما فيش اول ما بدات الشغل زاد. هنعمل ميك اب. انا زهقانه قوي وكنت عايزه انزل وكامل هبطني، فقلت له يعني هننزل في الاخر ولا اطلع لايف؟ قال لي لا طبعا قوم اطلع لايف. فقلت له طيب، ورحت قايمه طالعه لايف عشان انا زهقانه قوي وعايزه اعمل ميك اب، وعايزه اعمل ميك اب جديد حاجه ما عملتهاش قبل كده، وعايزه اعمل الوانات برضو ما عملتهاش قبل كده، وحاسه ان انا عايزه ارجع تاني للفانتازي لوك. مش عارفه الفانتازي لوك اكيد بقعد افكر في حاجه اعملها قبل ما اطلع، بس ما فكرتش، انا سبتها كده وقلت يلا يلا واطلع كده على الله يعني. الوحيدة اللي بستنى الفيديوز بتاعتي حبايبي. اعملي لون الترنج حلو، لون الترنج برضو مش عارفة، في حاجة كده في دماغي عايز اعملها اللي هي تبقى زي يا اما ايلاينر وعريض وطويل وكده، ويبقى العين كلها فوكس ايلاينر وسحبة عين، وعايزة اعمل اللي هي القطعة بتاعت الحاجب دي واتصور بطريقة معينة في دماغي بقالها كام يوم. يا اما اعمل سموكي اسود كامل بيعلي اكتر، يا اما اعمل سموكي اسود ويبقى برضو نفس الكلام، واعمل مثلا لبستك بلاك. مش عارفة مالي، بس انتوا فاهميني حاسيني. بتحمس قوي قوي ما بيجي اشعار انك لايف حبايبي. شتيتي خلاص، انا مشتية يا جماعة بقالي شهر مثلا مشتية، ان حد بيسقع من كده. تعملي السبوع امتى؟ لا لسه مش دلوقتي خالص، لسه تعبانة ما فوق كده. اعملي الايلاينر اسموكي ايه هيبقى تحفة عليكي. اسموكي اسود احلى مع روج احمر اوفر. الاسموكي مع روج الاحمر دي مش حاجة جديدة خالص، دي حاجة قديمة قوي. اعمل اسموكي اسود مع روج اسود. مش عارفه ما انا حاسه ان انا عايزه اعمل حاجه تقيله عشان اللي جوايا ده يطلع. ايه رايك في باودر لوريال وبتثبت ولا لا؟ انهي باودر اللي هي فاونديشن؟ انا باودر المربعه الحمراء بصراحه بعتت لي من لوريال، كنت المفروض ان انا اعمل الدعايه عنها، جربتها مره بس مش من المره دي قادره احكم عليها، ف وولدت فما عملتش لسه الدعايه عليها، بس هو البوكس وصلني والمفروض ان انا كنت اعمل الدعايه عليها. ادوني يلا افكار كده وانا هاخد افكار من الكومنتات على ما ابدا اجهز بشرتي. انا مسحت وشي بالتونر بتاع ذا اورديناري، وقبلها كنت ماسحه بميك اب ريموفر. الاضاءه كويسه، شايفين الاضاءه كده تمام ولا ايه الدنيا؟ اول حاجه هرش السبراي ده من بنفيت.
عشقته. اعملي كات كريس. لا اخر لوك كان كات كريس. انتوا فاهمين اللي انا قصدي عليه؟ اعملي سموكي، سموكي زيتي، سموكي اسود هيبقى فظيع، وروج يبقى مات كاتب. اوكي بعدين هرطب وشي، عايزه ارطب وشي بحاجه قويه شويه عشان انا وشي متضايق. هاخد الجل بتاع كريلان وهرطب بيه، وجل كريلان انا بستخدم منه كميه بسيطه قوي عشان هو قوي مش بيحتاج كميه كبيره خالص. الاسود هيبقى تحفه بجد ومفيش شمر خالص، انا مش عايزه اعمل اي حاجه فيها شمر برضو. ما بيحلليش بقى احط ميك اب غير وانا وشي متحسس. بعشق المعاناه. شايفين هي هنا كانت حبايه، بعدها بقوا اتنين، بعدها بقوا اربعه، وفي واحده هنا خمسه بتطلع مش عارفه في ايه. ارسمي على وشك. للاسف انا مش بعرف ارسم، لان انا في الرسم فاشله قوي، رغم اني بحب بقى الفانتازي والكلام الصعب ده، بس انا فاشله قوي في الرسم. كلام على ايه؟ كلام على لوك احنا مش عارفين هو ايه، بس هو في لوك، هو ده الكلام. ما شاء الله الابداع والراسه عندكم تهبل هي واختها. عايزه اقول لكم ان احنا في منا يا جماعه في الطريق اليكم، منا اختي الصغننه وعاشقة للموضوع وهتبقى شاطرة، بس هي لسه صغننة قوي يعني، بس هي بدأ بدري قوي، بدأتها بدري بدري يعني، بس هي شطورة وهتنفع يعني. اوكي رطبت كده وشي، هرطب بقى تحت عيني. المرطب ده بتاع نوكس لترطيب تحت العين، عايزه اقول لكم ان هو جبار في ترطيب تحت العين، وينفع كمان للشغل لانه قبل الميك اب حلو قوي. حد رشحولي في الصيدليه وقال لي هيعجبك جدا بس وجربيه والكلام ده كله، بس هو كروتين احلى لانه بيرطب الطبقات الداخليه لتحت العين، لكني جربته قبل الميك اب وبيكون بيخلي تحت العين فظيعه. منا قد ايه؟ منا في ثالثه اعدادي. وبحط برضو حوالين الشفايف. بكام مرطب العين؟ والله مش عارفه اسعار خالص. شايفين بيرطب كويس، والمرطب تقيل، مش جل، لا هو كريم بس قوامه تقيل فحلو في الترطيب قوي. انتم ثلاث بنات بس، في احمد، احنا اربعه، ثلاث بنات واحمد. نيمت ابني وهعمل نسكافيه واتفرج عليكي. صدقي انا كمان عايزه اعمل نسكافيه، صدقي عايزه اشرب حاجه كده. احنا رطبنا، هحط بقى برايمر، عايزين نجهز البشره حلو.
لاني وحشني الشرح، عايزه اشرح بقالي كتير ما عملتش كورس، فوحشني الشرح فقلت اطلع اشرح لكم على ما ميعاد الكورس يجي. بقى عليا لما بتحمس ما بلاقيش حاجة. ان شاء الله خير. اهو هستخدم البرايمر ده من تارت. برايمر بوشي، ما بعرفش ابدا ابدا احط برايمر وانا حاطه ضوافر. شايفين البرايمر بيخلي المنطقه مات ازاي، لمعتها بتطفي خالص. او عملت بلوك. ازاي اعرف ان بشرتي محتاجه ترطيب؟ حلو السؤال ده. هو طبعا اول حاجه لازم تبقي عارفه نوع بشرتك ايه، يعني تعرفي بشرتك نوعها دهني ولا مختلط ولا جافة، وايا كان ايه نوع بشرتك في التلاتة انت بشرتك محتاجة ترطيب. فهمتي النقطة؟ يعني احنا الترطيب ده حاجة اساسية عندي ايا كان انت بشرتك نوعها ايه، لازم نرطب. بس هي بتفرق بقى في الكميات، يعني انت مثلا لو حد بشرته دهني هتبقي بتطلعي زيوت وبشرتك فيها اويل كتير وبيطلع لك حبوب وكده، كده تعرفي ان بشرتك دهنية وفي مسامات والكلام ده كله. فالبشرات الدهنية شوية بتحتاج ترطيب اقل، يعني بتبقى مترطبها مش بحاجة قوية قوي ولا بزيوت، لا كريمات خفيفة وحاجات جل كده، حاجات لطيفة على البشرة. انما انتي لو بشرتك سي انها مختلطة شوية برضو بتحتاج ترطيب. مختلطة يعني ايه؟ يعني فيها كل المشاكل اللي في الدهنية انا لسه قايل عليها دي، بس كمية اقل، يعني عندك شوية زيوت في اماكن معينة مش في الوش كله، عندنا برضو حبوب ومسامات بس مش كتير، برضو بتحتاجي ترطيب وبرضو كميتك مش بتبقى كتيرة. لو انتي بقى بشرتك جافة ساعتها بتحتاجي ترطيب كتير. طب اعرف ازاي ان انا بشرتي جافة؟ لو انتي بشرتك ما بتطلعش اي زيوت، ما فيهاش مسامات واسعة، ما فيهاش حبوب، البشرة سيراميك حلوة وكل حاجة بس فيها قشور وناشفة وعندك خطوط كتير، فانتي هنا بشرتك تبقى جافه، فانتي هنا محتاجه انك ترطبي مرطبات شويه قويه وكريمات قويه او نوع اويل يكون حلو لبشرتك وترطبي بيه. كده انا حطيت البرايمر بتاع تارت. عايزه ميك اب ريموفر وهمسح الترطيب اللي على حواجبي علشان عايزه اعملهم بالواكس. الحمد لله اني جيت بدري. اتصرف ازاي لو الكونسيلر فاتح؟ في حاجات كتير قوي ممكن تغمقيه باي فاونديشن غامق عندك، تغمقيه بنقطه كونتور. تحطيه هو لوحده، لو هو فاتح عادي تحطيه هو لوحده وتخليه هو اللي ينور لك وشك، تثبتيه بودر غامقه، كل دي حلول تقدري تعمليها. علا ايه هتردي على رسائل الشغل امتى؟ هو مش انا اللي برد على رسائل الشغل.
في اسيستنت بيردوا. انا هنا على الانستجرام بس مش بري بوست الحاجات بتاعت الشغل الفترة الاخيرة، لان دي ده مش وقت ان انا ارد فيه على الناس بتعملي منشن على لوكات بس. لكن الحجوزات والبيج والواتساب كل ده الاسيستنت هم اللي بيرد عليه. المرتب اللي تحت العين اسمه نوكس، تعالي المدينة في انتظارك، مدينة ايه؟ لا ما لقيتش الكفر بتاع البيبرونة للأسف، ودورت عليه في نون ودورت عليه في أمازون وما لقيتهوش للأسف. هستخدم واكس الحواجب بتاع بينك هاني. عايزة فيكس في الكوزة. اوكي هستخدم الفيكس ده أخرى. بحب ارش الفك الفرشة دي عليها لون. الحمد لله اني شفتك. انا بستخدم فكس على الفرش مش على الوكس. كامل محدش بيرد علي ليه؟ اندهلي علا. انتي جيتي انا جيت انت طالعه من بدري؟ لا لسه طالعين. هعدل المرايه بقى وهبدا اعمل حواجب. ماما جيبي تيشو. اول حاجه هسرحهم كده على فوق على التسريحه بتاعتهم اللي انا عايزاها بايد خفيفه خالص. عايزه بوكس. الرموش وقعت بعد كام يوم؟ بعد اسبوع او 8 ايام. نو البلو بعد اسبوع بالظبط او 8 ايام، هو بعد العمليه بيوم. وموقعوش، انا اللي شلتهم. كان في واحده بس وقعت من قدام كده اتلخلخت فشلتهم كلهم بقى. يا انا كنت سايبه حواجبي تعرض، فاما ردت بقى ما بعملها بالوكس ما بحتاجش ان انا اعمل فيها اي حاجه كتير خالص. وده بقى عاجبني في انه مريحني، لاني كنت مقزعراهم قوي وكنت بقعد ارسمهم رسم كل شويه لحد ما زهقت فسبتهم بقى يعرضوا. ما بحطش منتجات تتعرض لي الحواجب عشان انا اصلا اوريدي حواجبي عريضه، فبسيبهم هم مع نفسهم يطلعوا. بس بياخدوا وقت طويل شويه. انا بقالي مثلا شهرين سايباهم مش بعملهم غير تنظيف كده من بعيد لبعيد. فاهمين حاجة؟ الواكس بينك هاني. هيا شوفي اسماء بتندهلك بتقول ايه. بتقول ايه؟ بتقولك عايزه اسم البيج بتاعت اي عمار بتاعت الرموش. اسمها بينكي ماس. ممكن صوره للوكس بتاع الحواجب. اه
ده موجود عند مرمر شوب. حاسه اني عايزه ارسم الحواجب الاول. واقطعها، عايزه اقطعها. مش عارفه مالي الحماس ده يهدى شويه. قولي بقى اقول ايه. بلاك بلاك يعني اقول ايه يا عيال؟ شكرا غندوش على المنشن. ماشي ده منشن. ما كنت بعرف سبحان الله الشبه في ايه. بص انا عندي حاجب ده اعرض من حاجب ده، فاحنا مضطرين نعرض ده زي ده. نفس الكلام هسحب الخط هنا، بس ده من غير تعريض بقى، يعني هسحب الخط على نفس عرض الحجب. هو مطي صوتي كده ليه؟ مالي مطي صوتي قوي؟ بس بتفرج على اي سمار كتير. لوك من نبيتي ايه؟ طبعا انا عامله الجل افتح من حواجبي، بس هرجع اغمقه. كنت بسالك اعمل لوك ايه على لبس نبيتي وروج ايه. النبيتي يحب قوي البنيات، ولو انت عايزه تعملي حاجه جريئه اعملي بنيات وحطي روج نبيتي. لو انت مش عايزه روج نبيتي خليكي برضو في ارواج نود او بنيات. هيبقى حلو قوي معاكي. عملت حواجبي الاول علشان انضفها من فوق ومن تحت واخليها بنفس الشكل اللي انا عايزاه في دماغي. ده مسلسل النزوة. عرفتي منين يا ولية؟ انا بخاف منكم والله، احيانا بخاف منكم احيانا. مفيش صوت ليه يا ايه؟ ازاي؟ شو يعني نبيتي؟ يعني نبيتي نبيتي
صوت. طب تمام، الموسيقى التصويريه فظيعه. اتفرجت على اول كام حلقتين كده منه، اول كام حلقتين سلام عليا، ما فهمتش اي حاجه فقفلته. كمان بقى هو اللي بيقعد يحب الحاجات العميقه دي يتفرج عليها، انما انا ماليش خلق الضيق. ازاي يبتدي بالحواجب بيتغبروا ويتوسخوا؟ يعني ايه بيتغبروا؟ احنا بنمحر. مش عايزه اغمقها قوي. اللون الجاي التاني بس مكنش مش هيليق مع ده، حواجبي هغمق منه وكتير. لازم افتح شرايط حاجبي شويه علشان اعرف احطه. هو انا بس اللي كده لما باجي اشتغل بحس انها حرانه حتى لو الجو ساقع واحنا في شتاء ولا ايه؟ ايه دي المروحة؟ كده هنضف حواجبي بقى. هنضف حواجبي بالكونسيلر ده من بينك هاني برضو. كده بالظبط ايه جسمي بيسخن وانا بعمل ميك اب وبشتغل مش عارفه مروحه، انا الجو بيبقى برد مش عارفه ليه مفكره الموضوع لوحدي مش عارفه. انا كده من زمان وبمجرد ما بخلص شغل برجع سقعانه تاني. شغالي الشغل كده اعمل ايه؟ استنوا يا عيال انا مركزه في الحاجب مركزه.
وبعد كده هنضفها من فوق شويه، حاجه بسيطه مش كتير. بعدين بقى هنضف الحاجب من فوق، ده طبعا بيبقى قبل الميك اب، انما الاستاب دي ما بتتعملش بعد ما بنخلص البشره، فاهمين؟ الحواجب جامدة جامدة، الحواجب بجد، الحواجب تحفة. حبيبي حبيبي، بعد كده بقى بسحب ده كله على فوق كده شوية عشان لما جدمجه ما ينزلش على الحاجب يبوظه تاني او يبوظ رسمته، بعد ما خلصناه يعني. اي حاجة كان في عندي اللي عندي شاي اخضر، شاي اخضر مش عارف هتلاقيه، يا اما كده يا اما اترمت مع الحاجات لما جينا نفضي الظرف. وبعد كده هبلند بقى كل الكونسيلر ده. عايز اشوف شويه كومنتات بيقولوا عايزين ترسموا الحواجب مظبوطه قوي، المرايات دي بيبقى فيه ناحيه وناحيه، اللي هي الناحيه المكبره والناحيه العاديه. انا بحب ارسم حواجبي عايزاها دقيقه قوي كده بالناحيه المكبره، بتطلع لك الخطوط مظبوطه قوي، هي بتخليكي شايفه الحاجب صح. البروش دي من عند مرمر شوب اسمها بيتشز اند كريم، ثانية واحدة. باجي بقى بأي سبونج عندي او اي بيوتي بلندر واجي عند الخط الاولاني للحاجب كده اللي انا منضفاه منه، الغي تحديدته عشان ما يبقاش متحدد كده خط من اول حاجب، شايفين الفرق هنا ما بين هنا وما بين هنا، فابقى نضفت وفي نفس الوقت ايه رجعت لغيت التحديد باي بيوتي بلندر عندك، وبفضل اتاب كده شويه على اول الخط ده، شايفين؟ فبيديكي شكل ان الحاجب طبيعي شويه. ولو منضفه من فوق برضو بعمل نفس الكلام، لو الكونسيلر راح على الحواجب من اولها فيديني احساس برضو ايه اكني عامله هير باي هير وانا ما عملتش حاجه. فهمتوا؟ فهمتوا كده؟
التخميل كده خلاص خلصنا الحاجب دان. بحاول بس الم في الحاجه عشان ببهدل الدنيا ومتوتره وانا شغاله. المرايه منين كنت جايباها؟ من مينيسو. هنخش بقى على البشره، هي اترطبت وبرايمرت وعملت كل اللي عليها. هستخدم الفاونديشن بتاع فيزرت مع الفاونديشن بتاع ميك اب فوريفر، همكسهم الاثنين مع بعض وهبدا اعمله. و هرك بس بتاع الفاونديشن بتاع ميك اب فوريفر علشان ليكويد قوي. هبلند الفاونديشن على ايدي الاول وبعدين احطه على وشي. علي صوتك شوية. اوكي، فيزرت وميك اب فوريفر بالظبط. الفاونديشن وهبدا اتاب على الوش. ايش هذه الدرجه؟ مظبوطه قوي. اعملي سيف لللايف. حاضر. ايه الشيت دي؟ البروش دي من جاي ساب، بعشقها لدمج الفاونديشن. استنى اقول لكم رقمها. 82. ايه الدرجة يا يويو؟ استني اخلص واقولك. طبعا وانا بعمل الجبهة هخلي بالي كويس قوي مش حاجة تيجي على الحاجب. خلاص كده انتي ما بتجيش ناحيته تاني، فبتشتغلي بحذر في المنطقة دي كويس جدا. انزل شوية على الرقبة. لو عملت اللوك اللي في دماغي هغير اللي انا لابساه ده وهتصور بقى بحاجات تانية، فنعمل الرقبة احتياطي عشان لو بينت. بس هي كده كده الشيد مظبوطة. البراش من جيسون رقمها 82.
المشكله ان انا معرف مش عارفه انا هعمل لوك ايه لسه. المفروض يسموا الدرجه باسمك، هي مش درجه الفاوند، انا حاطه اتنين على بعض بس هي مظبوطه قوي، مظبوط قوي المره دي. بس كده وبعدين هبلند بالبيوتي بلندر. البيوتي بلندر دي من رشا خلف، مش بلاها، مستخدماها وهي ناشفة، مش هعمل حاجة فيها بينك يا جماعة. اخر لوك كان في بينك، بس كده. وبعدين نعمل بقى كونتور. هستخدم الكونتور ده من عند جوسي بيوتي، هو مش عارفه هو كونتور بقى ولا فاونديشن ولا ايه اخباره، بس ده بحب ضربته. اعمل الكونتور شويه يكون حاد، وهبلند بقى ببرش تبقى صغننة شوية او محددة اكتر علشان الكونتور يتعامل معايا بوضوح. يعني هاخد البرش دي من بلوسوم بتاعت الفاونديشن برضو، وهبدأ ادمج خط الكونتور ده في مكانه. بالشكل ده اللايف بيقطع يا ايه؟ بيقطع عند كله ولا عندك انتي بس؟ وهدمج خط الكونتور على تحت بداية الدقن. بيقولوا لك ادخلي واخرجي تاني من عندك انتي. يا بنتي بطلي حلاوه بقى. حاضر حاضر هبطل. طيب هو بيقطع من عندها، ادخلي اخرجي من اللايف وادخلي تاني هيتظبط. Thank you.
تيجي في وقتك والله تكون تروح. بعد كده هحط بلاشر. استنى امسح ايدي عشان ما تتبهدلش. شغلي اغاني الانستجرام بيتنح قوي لما بشغل اغاني، مش بحفظ درجات خالص، فمش عارف اجاوبك على سؤال الدرجات ده. هاخد الروج ده بتاع بيرلس بيوتي ده الجلوس، وهستخدمه كبلاش. بيبقى خفيف قوي وبيدي هنت لمعه كده حلوه قوي. ونفس البراش بتاع الكونتور هدمكه. لوك الستاره هو مش لوك، هو عارفين الورق الذهب ده، هو ده نحطه على وشنا، بنرميه على وشنا هيبقى ستار على طول. فانا مش عندي للاسف الورق الذهب ده خالص. بصوا بيدي لمعه كده، بس ده مش الحركه دي مش بنعملها مع العرايس طبعا، عشان ده جلوس مش ممكن يخرب لك الدنيا. بعد كده بقى هننضف الكونسيلر. ناخد التو كونسيلر دول من بريريني. دي غامقة شوية، ماشي. وبعدين هاخد الافتر الابليكيتور، مش موجوده الابليكيتور جوه. اوكي ايزي. هاخد فيزرت. دي طرقه الفتحه ولا الغلقه؟ في ايه يا عيال؟ في ايه؟ في عمى، في عمى في الدرجات. سوري صوت طياره. خريطة بقى، خريطة على وشك بقى، اديني في الخرايط. اعملي احمر. احمر ايه؟ ايه اللي احمر بالظبط؟ مش هعمل نبيتي، لا زيتي، لا نبيتي، لا ايه
شايفين انا بطلعه على فوق ازاي؟ عشان انا عايزة هو هنا بس. عشان الوش يتشد معايا وترفع شوية. الشكل ده تحس ان انا كنت عايزة اعمل اللوك ده وانا مش لايف، حاسة ان انا عايزة اسكت. اني عايزه اسكت برضو ولا ايه؟ تعرفوا انا نفسي قوي اتفرج على حد طالع لايف وهو ساكت وبيعمل ميك اب، يعني انا نفسي قوي اعمل كده. فكرت اصلا ان انا اطلع اعمل كده النهارده، بس قلت بقى انتوا هتضحكوني لحد ما اتكلم ومش هتسيبوني في حالي. طبعا الوش كله سايح على بعضه كده، مش سايح على بعضه ومحدد، فهنبدا احنا نسيح. اسكتي، مش عايزه تشرحي من شويه دلوقتي عايزه اسكتي. والله خرب بيت المود. هو انا وحشني الشرح قوي، بس مش عارفه مين. فلما اندمجت بقيت عايزه اسكت. مش هعمل موفات ولا بنكات ولا اي حاجه تخص هذا اللون اللي انا لابساه. تقولي طب طلعنا ليه باللون؟ راضي فيكم عادي، هو ده الترنج اللي انا كنت قاعده بيه. هو ده الترنج. بعد كده بقى هنثبت باللوز باودر. هثبت باللوز باودر بنانا من انستاسيا. روشن عادي، البشرة الله اكبر فلتر. الحمد لله الحمد لله. بعدين هاخد الباودر واثبت. عايزه اقرا الكومنتات بقى. بنام منك يا اي. نامي. انا حاسه ان انا عايزه انام اصلا.
باودر انستازيا. مين عمل لك ميك اب فرحك؟ اسماء. اسماء اختي. بحس انكم مغيببين ساعات كده، ولا دي ناس ما تبقاش عارفيني لسه، ولا ايه؟ في هتنامي بكل الميك اب ده؟ لا طبعا صح، وبعدين هبقى نام. طب صح ونام على طول، بس مش لسه بدري على النوم. انا حاسه انا جعانه. عايزه اكل ميك اب. بتحب وجبات ايه في ميك؟ انا بحب حاجتين بس من ميك او بطلبش غيرهم، يا اما بيج ماك يا اما جراند تشيكن. انتوا بتحبوا ايه من ميك؟ وتستي صوص بس كده، معرفش يعني، ممكن لو جربت حاجة احبها، انما ما جربتش ما بحبش اجربها. شايفين شكل البشرة؟ اهي بيك تيستي. اه بيك تيستي ده برضو ناس كتير قوي بتطلبه. هاتي جراند تشيكن برافو. هاخد البرونزاج ده بتاع انجريد قوي، معرفش بيتباع عند مين. وحش جدا ماك بصراحه. ازواق ازواق، هذه أذواق. وما تجيبيش سيرة ماك بحاجة وحشة. بمجرد بقى ما بتلمسي البرونزاج تاني بيرجع شكل الكونتور يبان. شايفين؟ نوع الباودر دي ايه؟ والله العظيم انستازيا، اقسم بالله انستازيا. ثبتي باودر نوع ينهر اسوح ومنيل انستازيا. انا ما ببصش على الكومنتات غير لما بلاقي نوع فيه ايه، فيه ايه. ردي عليا يا اي، اكيد عايزه تعرفي نوع الباودر انستازيا. اي خدمه، اي خدمه ضروري جدا يا اي. هو ايه الكومنتات دي؟ هو في ايه؟ اما اقفل اللايف اتفرجوا عليه تاني وشوفوا بقى الحاجات اللي احنا استخدمناها عشان ما نلخبطش بعض دلوقتي. بس كده، وبعدين هحط بلاش.
الرق ده غامق قوي. استنى هحاول افتح. ما تطلبي ماك يلا انا جعان. انا جعدت له. انا هطلبه لما يجي. ماك قريب مني قوي بيجي بسرعه. هطلبه اقعد اكل معاكم. كان يجيني لا ملش ماك ملش ماك. ده البلاشر بتاع تارت. بس انا حطيت الدرجة اللي فيها شامر شايفين. يقعد يقولي بلاش ميك بلاش ميك. او يقعد يقولي بلاش ميك عشان هو بيبقى عايز ياكل معايا ومش بياكل. عشان هو مش بياكل الفاست فود اليومين دول وبيعمل فرمايه. ويقعد يبص لي كده وانا باكل ويقول لي حسبي الله ونعم الوكيل. ويقعد يدعي. ما اعرفش بيعمل ليه كده. غريب غريب زوجي ده. بفكر اقوم اغسل الفرش احتفالا بعيد ميلادي. ده احلى حاجه هتعمليها في السنه الجديده انك تغسلي الفرش وتحسي ان كده ان في ريفريش. اديها شاورما الريم. على فكره انا بكره الشاورما. دي اكتر حاجه الناس بتستغربها مني. لو هو في حد بيحبش الشاورما؟ انا بكرهها. فراخ ولحمه وكله بكرهها. بنفس اللوز باودر. مش عايزه احط كومباكت دلوقتي يعني. هاتي بس تنوير بسيط من هنا على حته تحديده. شايفين؟ انتي اختي قوي. انتي ما بتحبيش الشاورما انتي كمان. نفسي اكل كبده من اللي ابي حماده كان بيجيبها لنا من الراجل اللي احنا بنروح كلنا معاه وهو بيجيبها. فظيعه بتبقى حلوه قوي. وبعد كده هاخد برش اشيل بس الزوايد دي. انا عماله ابطئ عشان مش عارفه اعمل ايه في عينيا. ايه رايكم في البشره؟ ضهري وجعني قوي وعايزه اكل. زهقت. يلا كبده وليمون. ايوه فشيخ فظيعه انا بحبها قوي. بقول لك لما تيجي خلي محمد يعمل لك كبده نار. كنت لسه بكلم كامل بقول له عايزه اكلم اسماء ونشوف يوم وننزل كلنا ندخل سينما بقى ولا نعمل اي حاجه. زهقانه قوي زهقانه. البشره تجنن. ممكن نرش فيكس بس في الاخر. الوقت عمال يروح مننا وانا بجوع اكتر ومش عارفه انا هعمل ايه في عينيا. يلا ايه ناكل. انا هطلب اكل. انا جوعت خلاص. كان بكام في التليفون اول ما قال لي خليه يطلب لي اكل. انتهى الحوار. لينس ايه؟ لينس دي من عند ندى لينس ستور. معرفش درجتها معرفش براند ايه. عشان انا بجد عندي عقدة مع العدسات. عارفة نوعها اول يوم بجيبها فيه. بس اول بحطها في العلبة بقى بتاعتها. مين دي بقى؟ براندك ايه ماما؟ جايباكي من عند مين؟ ولا اعرف. Thank you.
يلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل لوكري. مش حاطه فليتر، انا مش حاطه فليتر، انا عايزه اعمل حاجه فيها اسود مطين، عايزه اطين، حاسه ان انا عايزه اطين. طوبي، ما انت لسه عامله طوبي، ما انت لسه عامله طوبي. انت كنت حاطه الايشادو نفس لون الترنج بالظبط امبارح. لوك غجري جري. ثانية واحدة بس نفهم ايه الكلام ده، مش بيفهم ايه ده. انا قلت ده ثانية واحدة. طب اعملي زيتي طالع من الفرن. هعمل زيتي بقى وانا لابسة طوبي. ايه ده؟ ايه سموك يعني ولا زيتي يعني؟ شوف ال الاي شادو. ازرق في ليموني. دي واحدة عارفة ان انا عندي كبت وممكن اسمع كلامها عادي. ازرق في ليموني. حلو ال حلو حلو يا بنت. جبتيها منين دي؟ جبتيها منين؟ ردي عليا، جبتيها منين؟ اعملي اللون اللي بابا بيحبه، لون الكلب وهو بيجري. ايوه بابا عليه شوية الوان وتدرجات. يا لهوي يا اعمل لكم ازرق ندخل فيه كحلي. ايه الهطل اللي انا قلته؟ ولا زيتي في اخضر، ولا نعمل ازرق ومعاه اي لاينر، ولا اروح فين دلوقتي؟ كل البالتس اللي عندي فيها ازرق في كحلي. يا سلام على الابداع. طلعت كل البالتس اللي فيها الوانات، اروح فين تاني؟ ما تيجوا نعمل اسود. هو الاسود بيقول لا، حد يقول لا اسود، حد يقول لا ابيض. لون يليق على اي فستان؟ لا دول بيعملوهم فيديوهات قصيره في التيك توك، روح اتفرج عليها. تيجوا نعمل اسود. السمريه وهي ضربه الاضاءه في وشي والله حلوه. على فكره انتوا محبوطين مع انكم ما قلتوش حاجه يعني، بس انا حسيتكم دلوقتي محبوطين. تلوفا لوفا استخدم البالت دي من بلويس.
الرحمن الرحيم. اللون ده صدق الله العظيم. يا كامل انا جعان. بصوا بصوا على التلفزيون ده، ده مش زوج، ده لا يمكن يكون زوج. يا كامل انا جعانه، اطلب لي ماك. قول لي بس يا بنت، والله العظيم ما ده اللون اللي انا عايزه احطه. ده انتي بلد غداره والله العظيم، بلد مطرقيتي ولا الفرشه كان فيها لون تاني ولا ايه النيله دي. ولا اكننا عملنا حاجه. ماشي نرجع دي نرجع. زوجي العزيز بيقول لي بس يا بنت، عايزه اخد لون بني برونزاجي. نغير الفرشة، هي شغل عيب في الفرشة. اللون ده حليب كده، حليب. ايوه هو ده، مش عارفه الاقيه فين. انا بس هجرب اللون ده، بس مضطره احط عليه ده هنت احمر زي ده. يا كامل وطي شويه. شخصيه انا برضه اوكي شغال. شخصيا هتعملي لوك ايه؟ بص اللي يجيبه ربنا كله كويس. وايه يا جماعه، هو عشان انا خلفت الاسئله كلها تبقى على بنتي، بنتي مسربه زهقت منها رجعتها تاني. سيبوني في حالي بقى، سيبوها في حالها وخليكم معايا. انا احنا هتنسوني انا ولا ايه؟ لا انا خلقي ضيق. ثبتي البودر، البشره بودر ايه هو؟ هو في ايه؟ هو انا الكومنتات معلقه عندي ولا ده بجد؟ حول القوه الا بالله، حول القوه الا بالله. ايه ده؟
هاخد من البالت بتاعت جيمس دي اللون اللي هو ده، واغمق في الحقيقه باين على الكاميرا. افتح يا كامل، اطلب لي ماك. ليه ايه؟ ما هدير عاطف، هدير عاطف مين؟ اوصل نفسي واروح وياك. هدير عاطف دي البلوجر اللي طلع اسم الله. يا رب اغسل وتسلم. والله 1991 دوت مش عندي، ما تعرفوش. لا 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 1991 ده رقم مين؟ يا كامل اطلب لي بقى، والله اخلي حد يطلب لي واقول له العنوان ويطلبوا لي يجيب. يلا عرفوا من العنوان والشقه والدور. هيجوا كلهم. كامل اطلب لي انا بقى يا كامل قبل ما تنزل. لا ليه؟ لا ليه؟ لا خلاص معرفوش. مش بحب عمرو دياب خالص.
صوته بيعصبني. البراش دي من فيزرت فيزيارت. عايزه بقى بني مطين. هو اللون اسمه كده بني مطين، ما لهوش اسم تاني. وهدمن بالبني المطين الاسود المفحم. سبحان الله نفس الاغنيه نفس الاغنيه. يا رب تصور وتسلم. عايز ان شاء الله او الاسود المنيل اي مش عارفه ايه عين الاول وبعدها وبعدين عملت الثانيه. المره دي في نفسي ليه معرفش. طبعا السموكي لسه مش سهل وبيحتاج شغل كتير، فطولوا بالكم كده معايا ها عشان خلق ايديا اصلا.
هتسيبه يبقى كامل. بدمج الاطراف بلون بني محروق مطين. بيطلب لي ماك. خلاص باللمة انت اقوى من المخدرات. خليه يجيب بيك تيستي بقى. والله ما اعرف والله يا مش وقت تجارب دلوقتي. يعني كده هتلنز زرقاء هاي رجوتي لك.
يخرب بيت الفرشة استخدمتها تاني اللي كان فيها احمر في الاول وحمرت العين تاني، يعني دي النيلة عليا وعلى سنين السوحة. ايه الزفت ده يا عمي يا عمي؟ قولي كارثة عملتيها وانت صغيرة اهو، في كارثة اكتر من دي. مش عايزة احمر التا، انا عايزها بني. هو غصب، دي فرشة سائلة. والله العظيم يا ماحة، بحاول اظبطها. اتعصبت والله. شوف انا بعدي تعالى قلبي. لا انا مش بعرف ارسم خالص، انا فاشله جدا في الرسم. بصي بعرف ارسم ورده اللي هي كده ودوائر حواليها، بس الميك اب ملوش علاقه بالرسم خالص. هي ليها علاقه اكتر بالدقه، يعني ايدك تبقى ثابته وانتي بترسمي خطوط واضحه وصريحه. بس والله العظيم ما هسيبك غير لما تتعدلي. خلاص كده محتاجة ارجع انضف تاني تحت الحاجب علشان ينور معانا سيكا. Thank you.
بألف في سلفة ما بصوتش فيها بس بظبط الملك بندي بعد ما بخلص كل السموكي بقى الاسود بيرجع يبقى لونه فردة شلامي؟ ايه؟ فردة شلامي؟ لا ليه؟ عشان في حتة كمان لا بيرجع لونه يهدى فلازم ارجع اقويه تاني بس بضغط بقى ضغطة خفيفة قوي باللون الاسود ساعتها مش لاقي شربات؟ مش لاقي طبعا الايه؟ طبعا مش لاقي طب معلش هات العلبة اللي هناك دي اللي هناك دي السودة دي ايه؟ دي هنا؟ وهي دي بعد كده هحط
فاونديشن سواري حلوة أي كاركتر مش صح الإصدار القديم عشان كاميرا أعلى من الإصدار الجديد. برافو عليك يا كامل اوعى ولا كحل أهود أعيط ما جاليش إشعار أعيطي بقى ده احنا عرضنا خلاص يا سموكي الروج النود هيبقى حلو والروج الأحمر هيبقى جامد أو هتصور بالاتنين ايه بطلوا روشانة يا بنات النبي تمام ايه في ايه زوجك ليش غير الفانلة متابعين مركزين تركيز انت كنت لابس الفاتحة البيضة انتوا ايه التركيز ده التركيز ايه اللي تمام انتوا بتهتموا اكتر مني ايه انت بتقولي اطلع بجد ما شفتش الكومنت واحده تقول لك اطلع انت الدليفري وخليها تكمل ما شفتش عايزين نفتح الدليفري انا نازل طب استنى يا كامل هو بيجي بسرعه هتلاقي ماك يا كامل دي لسه والد فعلا شفت فعلا فعلا هم الوالدين بياكلوا ماك هو فاكر ان الوالدين ما بياكلوش ماك قولوا له انتوا بياكلوا ماك ولا ما بياكلوش ماك بصراحه لا والله يا ابني بياكلوا حكومه باخد ده بقى معايا عشان ايه ايه ده عشان ده ممكن بعد ما اخد الجاكيت والله السويت شيرت ده هو اللي هيعيق ليه؟ عشان بتقعد تقلعه وتلبسه وانت جسمه بيبقى عرقان شفتي لا مش بياكلوا ماك اهو اهو ايه هم بياكلوا ماك طبعا ماك طبعا ده ولدي وخلوهم ياكلوا ماك كلنا ماك يا كامل ماشي ماشي والدين. لا ايه هات لنا كلنا ماك واعتبرنا كلنا انا ممكن اعتبركم كلكم والدين مفيش مشكله بس ولا تعمل كل حاجه وتاكل اي حاجه شوف هي ماك انت جيب لي واحده تريد بول وانت ايوه العيال ينزل من هنا يتحط مكان وجبه بيك تيستي من هنا والله عسل نصفني اهي بصي إيه؟ بياكلوا فراخ بلدي يا كامل هو مجي يا رب يكون اهو ايه النقاش يا رب يكون اهو غلط يا جماعه الدكتور قال لي بعد ما تولدي كل حاجه واي حاجه تاكليها وما لكيش دعوه بحد واكتشفت ان الريد بول طلع عادي كنت فاكره ان انا اتحرمت منه 9 شهور واتحرم منه كمان سنه ولا سنتين بس ده بصراحه مش منظر ماك بعد رضا بيبقى كل يوم اصلا مسيطر خلاص 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 ادي بقى لو النبي خربت بيوت ناس كتير علا ولا بتموت في ماك بتموت في الوجبات السريعة تعالي يا تعالي خدي هنا خد
اوكي وي في بيبسي بيبسي هولا وي كسلتيني هاي انا ما عملتش حاجه يا ابني استنيت ماك واحده تقول لي ايه ده هو ماك تحتيكو ايوه بيجي بسرعه قوي الفرع جنبنا احنا ساكنين ليان في واحده بتنادي على ليان لسه هم عايزين يعرفوا هي في ايه وانا ما بتكلمش عنها ليه فقلت لهم ناصر ربنا سربناها وديناها للدكتور تاني خمس دقايق بس ما تظلمش يعني شفت عشان كده طلبت منك تجيب لي ماك عشان هو سريع ومش هيأخرك عن الجيم لسه مش نازل بقى ميه كوبي والله يا جماعه انا عايز اكل قوي ايه هقولها دي حته عايزك تروح الساعة بقت كام؟ عادي ما تأخرتش تسعة لا ناقص ساعة ليه؟ ناقص ساعة ده بس من 6 ل 10 قول ماشي يا حبيبي دلني بيفهم العافية لا مش ده خالص